Rabbim öncelikle Sakal-ı Şerif'i ziyaretimizi kabul ve makbul eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا وأولادا وزوجة صالحا ومشيخ الرضا تعالى. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى